يطرقون أبواب البشر، أو دعنا نقول يطرقون الأسباب وينسون المسبب الرزاق سبحانه وتعالى، وهو يناديهم في الثلث الأخير من الليل: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟ وهو يناديهم في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أي داعي مهما كان تقصيره، أي داعي إذا دعاني أنا قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا جماعة، إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبا. قل يا رب وكافح التسول اللي عندك من البشر، ترى الله سبحانه وتعالى هو المقصود وهو مسبب الأسباب وهو الرزاق، وأبشر والله من قصد الله لا يخيب، والله ما ترجع يدينه خائبة، أبشر.